الحلقة دي بنتكلم على العبادة وخصوصا في شهر رمضان. بالله سبحانه وتعالى خصنا بشهر دوم مشان نعبد الله سبحانه وتعالى، نصلي ونقرأ القرآن نصلي التراويح، نكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى قرون. أيوة، وما وبالله سبحانه وتعالى ما جعل الشهر دوم له. صوم كثير من نحبنين والشباب اليوم يميل من رمضان دوم الشاه له وسمر ومباريات وأشياء ومسلسلات وكرة طائرة وغير من الأشياء. لا، إنه يجيب نكرس إنه رمضان دوم بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونبتعد من هنا أشياء اليوم له. لكن نقول أول كان مري كان حبين وزمان نفطون أبو ما وتنكوب رمضان يكون مر صايمين النار وقائمين الليل ويكاد يمكرون وبحلو يبارن في مجامع. أما صروم لا، تقول بركم سوي ذهبوا كله. والشباب اليوم بركة مباريات وبركة الطائرة ويميل ألعاب لغروتن وترب وطاركيك ودوم تضيع له. يجيب مخليك وفك الله سبحانه وتعالى تعبد الله وتبتعد من الله. دوم رمضان هي له، مش رمضان ببالي طرحي هنا مش له الهرجيت وسمريت ولعب. لا، يعلى العبادة ما خليك يكتور من صيام ويحافظ على صيامه، وكذلك يبتعد عن الملاهي له والسمر وينصح بينها. لكن أقول قصرهم أبو بريك مسود خور وبريك خريك من المسجد يكون بريك أسواق وبريك ملاعب قادميلة بشباب. ليش الشباب اللي يطوم للمسوق دلاء صاليم وبعدين يعتكفوا بريك مسجد يصلي كذلك آخر رمضان عاشر الأواخر ويعتكفوا كما اعتكف النبي وصحابه. أيوة، لكن للأسف أمبالحوا من أن أمر عليكم ليكم حبون وشباب وتكوب رمضان تستعدوا بطاعة الله وبتعدوا شدهم عن أشياء اليوم عن الله وعن كذا أو عن أن نمر رمضان له أو شهر تجارة. طبعا من تجارة بصلوت، تجارة بصيام، تجور بابتلاوة كرون أو بعمل خير مش بالله. فنسأل الله أن يصلحنا ويصلح أولادنا يصلحنا جميعا إن شاء الله، أن نستقبل رمضان دوم ونبتعد عن الله ونحث بنيا كلا كلكم راعا وكل مسؤولنا عن رايته. فلا ينصح بنها وجههم إلى المساعدة، بعدهم عن أشياء أماكن الله ولليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله.